هاي انا جون. اذا بدكم تتواصلوا معي على فكره يوتيوب فيكم تبعثوا لي ايميل على youtube@future.com.lv. اما على فيسبوك www.facebook.com/alam.sabah. اما على تويتر @alamsabah. واكيد اذا عندكم صوره مهضومه فيديو مهضوم فيكم تستعملوا الابلكيشن تبع الفيوتشر تي في تبعثوا لنا اكيد فيديو على يور ريبورت. لمتابعة فقراتنا لليوم رح ننتقل لبلا جمرك وضيفنا نور المجبر لحتى نسمع شو عنده يخبرنا. نور صباح الخير. صباح النور. 19 سنة تانية سنة جامعة هيك أنا وهالقد بقدر اليوم بس فصل لأنه بقية الحديث اللي أنت حابب أنه تحكيه اليوم رح يطلع منك أنت. كنت عم تقلي إن شاء الله الناس تعرف تلك كل شيء بيطلع من القلب واحد بده يوصل للناس وأكيد بيبقى واحد هيك متمسك فيه وعم بقوله يمكن من حرقة شيء مارق معه أو شيء غلط حابب أنه يصلحه. صح. اليوم فكرتك هي المراهقين ليش؟ صح هي تحديدا عن الولاد أكثر من المراهقين أو إذا بدنا نقول علاقة الولاد بأهلهم. بأهلهم أول شيء أنا عم بدرس سينما وتلفزيون بالجامعة اللبنانية وصراحة ما أنا دارس علم نفس بس لانه الايام اللي عم نمرق فيها او اذا بدك كل يوم منعيشه عم شوف اولاد واذا بدك مراهقين بس متاثرين بطفولتهم يعني باول المراهقه يعني انت عم تحكي اول مراهقه يعني عم تحكي 12 13 14 هيك لا بعدنا اكثر لتحت عمر الست سنين يعني تحت للست قبل الست قبل الست سنين يعني من صفر لست سنين انا هذا العمر صراحه صرت ازعل كل يوم لما شوفوا اولاد اذا بدك مظلومين بتربيتهم او اذا بدك الاهل يلي بحب اقول عندهم نقص بالمعرفه عن طريقه تربيه الولد. يعني اليوم حديثك موجه لكل الاهل اللي عم يسمعونا. مزبوط حديث موجه اكثر للاهل وانتبهوا لانه الحديث موجه من كمان مراهق انا مزبوط. طبعا 19 سنه بعدك مراهق صح. اول شيء يا ريت كل شخص عم يسمعنا ياخذ بعين الاعتبار هو كيف بربي اولاده يعني، هلا انا اليوم جاي احكي اكثر عن الرقابه، الرقابه على الاولاد يعني انا كيف بنتبه على ابني او بنتي او كيف بنتبه على كل شيء عم يعملوه، قديش في قصص بتمرق بحياته للولد انا ما بنتبه لها. دائما بقول انه الولد من عمر خاصه من عمر صفر لست سنين هو مثل الاسفنجه. اكيد. انا كبي او كام اذا طبعت فيه قصص منيحه هيدا رح تكون شخصيته للمستقبل، وإذا طبعت في قصص مش منيحة، رح تصير هيدا الإسفنجة سوداء، ورح تنبنى على هذا الأساس، يمكن أوصل لمحل أقول إنه اتس تو ليت تأنه أرجع ظبط. أنت هيك بتعتقد؟ مظبوط. عم تقولها عن خبرة يعني عم قولها عن خبرة شفت حدا إنه ما قدر يرجع ظبط يعني وقت مزبوط. اللي وعي على الموضوع يعني هلأ ما قدر يرجع هلا المراهقين الموجودين هلا ثلاث أرباعهم بيقولوا أنا لما كنت صغير هيك صار معي وهلا انا الكا تبعه لانه انا وقتها صغير كان هيك شو صار معي مزبوط بس هيدا يعني هيدا اللي عم بيحكي هيك عارف معناتها انه غلط أكيد. يعني هيدا بس بعد قادر يصلح هيدا الحلو انه واحد مزبوط وقتها يوعى بيصلح صح أوكي. بس اللي قادر يصلح يعني بس هو البيزكس اوريدي انطبع يعني في كتاب بيقول تو سو جو افون سيزون انا من هون جايب خبرتي يعني بالقرايه وبنصح كل شخص مزبوط يقرا تيقدر يعرف كيف يتعاطى مع الولد ان كان هو مراهق بده يتعامل مع خيو الصغير او ان كان هو ام او بي بدهم يستعدوا لانه يكون عندهم ولد لا. في شيء كمان بحب اقوله انه ولا ام بيجي عندها بيبي فجاه انه هيك بين ليل وضحاها بتوعى عندها بيبي هي في عندها 9 اشهر 9 اشهر حمل فيها تتحضر بهدول ال9 اشهر لانه لما يجي بيبي انا كام كون ريدي تانه ربي ابني فيها تقرا فيها تروح عند سايكولوجيست اذا اضطر الامر بس ما عم اقول يعني ما بقى يتجوزوا كرمال يجيبوا اولاد يعني بس انه مصيبه لا بس لانه في اهل صار في صبايا يعني عم يتجوزوا بعمر كثير بكير يمكن من وراء العقليه القديمه يمكن من وراء هن حابين يتجوزوا بس لازم تكون ريدي تتصير ام لانه الام هي شيء كثير ريسبونسابيلتي كثير كبيره وكمان في شغله حب اقولها انا بس بدي اعرف شوي يعني هيك عندي حشريه يلي عم بتقوله هل هو من خبره شفتها مع اشخاص حواليك صح. او في شيء منه انت كمان يعني مرقت هلا هيك طالع هي مور لايكلي انه
انا الحياة اللي عشت فيها يمكن بالحي، يمكن بالمجتمع اللي انا عشت فيه، يمكن بالمجتمع اللي انا عايش فيه بالجامعة كمان، مش بس مع الاولاد يعني، قد ما صار في هيك قصص قاطعة يعني حسيت انه ضروري لازم اعرف عن هذا الموضوع توصل لمحل اذا صرنا بالمستقبل يعني صار عندي علاقات مع اولاد كون عارف شو عم بتصرف معهم، لانه هن من مين ما كان بيقدروا يلقطوا الولد شيء اذا كان بوزيتيف او كان شيء نيجاتيف. وفي شغله هيك صرنا بالحديث انه في عباره بتضل تنقال هيدا الجيل جهلان او هيدا الجيل فاسد، انا بدي اقول انه هيدا العباره كثير غلط، انه ما في جيل ليبلد انه هو جيل جهلان، لانه في يمكن عمرهم 13 14 سنه كلهم اخذين هالمدرسه يعني، بس بنلاقي من بيناتهم انه في شخص كثير واعي، طب ليه هدوليك ما كانوا واعيين هو واعي؟ هون بيرجع دور الاهل، هون الاهل بنعرف دغري انه هيدا اهله مربيينه تربيه صالحه، وهوليك ما رح اقول تربيه مش صالحه بس في نقص، كان في انتباه، كان في مزبوط. نقص في قله رقابه اذا بدنا نقول. طيب من عمر يعني انت عم تقول قبل الست سنين، قبل الست سنين مرحله غير، يعني مزبوط. هي اكثر التعاطي بتصير الاصعب بعدين وقتها يكبروا، يعني وقتها بيصير في شخصيه لهالولاد وقتها هيدا. انت هلا بتوصف علاقتك باهلك علاقه جيده، يعني فيها الصراحه يلي كلنا لازم نحكي عنها، فيها التبادل بالاراء وبالافكار، بتقعدوا بتتناقشوا باراء. صح، هذا الشيء لازم يكون موجود بكل عائله. بس توضح شغله انه من عمر صفر لست سنين هن قصص بياخذها انكونسيامون، يعني يمكن ما بيكون يعني ما بيجي بقول له انه هيك خبرية، بس هو بيكون تلقاها اوريدي وما بتبين دغري، رح تبين بعدين بالمستقبل، مشان هيك اكثر التركيز لما يكون في جديه بالتعاطي مع هيدا العمر، لانه بعدين اذا حكيته للولد او للمراهق رح يقدر يستوعب علي، رح اقدر اتعاطى معه، بس يمكن اوريدي يكون في شيء بهيدا العمر قطع. لحتى اكزامبل انه هلا مثلا الميديا مضوايه على موضوع التحرش بالاولاد. وعم بيقولوا انه اذا شفت بلغ. هذا شيء كثير منيح، بس تنعتبر انه ما شفت شو بصير؟ يعني هذا الولد اللي صار فيه تحرش جنسي، انا شو بتعاطى معه؟ يعني هون بيجي دور الاهل بالرقابه، هلا الاهل اللي منتبهين كثير على ابنهم يلي اوريدي بانيين تراست بين الولد والاهل وعلاقتهم كثير منيحه، الولد تلقائيا رح يبين خوفه عند الاهل، والاهل لازم ينتبهوا انه هون في شيء غلط. ايه في شيء غلط، لازم انا استفسر من ابني، واذا ابني منه قبل بين هالعلاقه المنيحه معي يمكن ما يجي يخبرني، يمكن يخبي هالشيء وهالشيء رح ياثر معه لبعدين. هيدا هي الفكره كمان قبل انه يكون في الرقابه اللي موجوده من الاهل، يعني احنا ما بدنا نوصل انه هالولد يتعرض لتحرش جنسي بمحل من المحلات، نحن بدنا نعرف وين هو موجود ومع مين عم يتعاطى والى اخره، يعني مثل ما بيقولوا الوقايه قبل ما نوصل الى توصل لهيدا. هلا اوقات بقول لك واحد عملت كل شيء بس صارت او كان بمحل يمكن، وهون يعني القصص وقتها بتصير من قرايب وناس اصحاب مفروض يكونوا وكثير انت بتامن لهم، هيدي هون وقتها بتكون كثير خطره الموضوع. شو بعد بدك تزيد؟ كمان تزيد شغله اكثر. بدي زيد بس عن الميديا، يعني الرقابه لما الاهل بيقولوا انه هيدا الجيل هلا لانه عم يستعمل الانترنت او التليفون لانه قادر يوصل لكل شيء. مزبوط، قادر يوصل لكل شيء، هون كمان بيجي دور الاهل، حتى اذا كانوا عم يحضروا تي في، بعدنا عم بحكي عن الصغار ما عم بحكي عن الكبار، حتى اذا كانوا عم يحضروا تي في في مسجز كثير غلط بتمرق، حتى بالكرتون ما راح اقول بس بالتي في العادي، في كثير مسجز بتمرق على الانكونسيون تبع الولد، وهون لازم الاهل بخزنها. مزبوط، بخزنها تبعدين تبين، بس هون لازم دور الاهل بالرقابه انه يفسروا ويوضحوا للولد كل شيء. يعني قبل ما يعني الوقت كثير هيك دهمنا، انت هذا الموضوع حازز بقلبك كثير، انت كشخص فرد موجود بالمجتمع شو قررت تعمل بهالخصوص هيدا بهالموضوع؟ شو فيك تتصرف غير انه اليوم موجود عندنا؟ هل في تصرف بينك وبين اصحابك بين اهلك تقول مثلا اصحابهم اللي هن كمان اهل يقدروا عم تقدر تشتغل بهالناحيه هي؟ هلا انا قد ما في عم حاول وصل صوتي اذا كان مع الاهل اللي موجودين بالحي ما او مع الاولاد اللي انا اصلا عم بتعاطى معهم، دائما بوصل هذا المسج انه
كرمال يلي بعده عم ببلش الخطوات بالتربيه يكون عم بعرف ايه عم عارف او بدك عم بلحق حاله انه تا يعرف ان كان بالقرايه ان كان بال مثل ما رجعت قلت مع علماء النفس بيكون شيء كثير منيح وبكون كثير مبسوط اذا قدر وصل لهذا المسج ايه تيكونوا واعيين ويصير في رقابه اهم شيء. ميرسي لك نور على وجودك معنا كمان اليوم باستوديو عالم كتير. الصباح بتمنى كثار بعمرك يكون عندهم هالتوجه وهالوعي هيدا اللي موجود عندك بالفعل، هيك بنقول انه عم نربي اجيال صالحه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. يعني ناخذ بريك كمان مره ونرجع نتابع.